أمريكا في حالة طوارئ، والعم سام يظهر خوفه لأول مرة، وفي آسيا صوت من اليابان يقولها للأمريكيين: لا مكان لكم في بلادنا. فخيرا يا محاربي الساموراي، أولستم أول من ساند العم سام في وجه جاركم الصيني؟ وصاحب اللحية البنية يكشف أهداف بوتين الحقيقية من الحرب، ما الذي تفعله يا قديروف؟ الصين تمنح قلبها لقيصر الكرملين في استفزاز جديد لخصمها الأمريكي، والرئيس الممثل يبحث عمن ينقذه من الظلام والبرد، وهنا يقولها البيت الأبيض: اقتصادنا لم يعد يتحمل. وبعد موت إليزابيث بأيام، دولة تنقلب على الملك تشارلز الثالث وتخرج من تحت سيطرته، فمن هذه الدولة؟ أمريكا في حالة طوارئ. الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التي ترى نفسها الأعظم في العالم، تعلن حالة الطوارئ بسبب خوفها مما يحدث في إثيوبيا. أعلنوا عن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذي يشكله الوضع في شمال إثيوبيا. أرجوك يا بايدن، قليلا من المنطق. إثيوبيا تبعد عن بيتك الأبيض ب7000 ميل، ويفصل بينكما محيط واسع يسمى الأطلسي، فعن أي حالة طوارئ تتحدث؟ انظر إلى اليابان، فهناك من يرفض وجودك العسكري في بلاده. نعم، فحاكم محافظة أوكيناوا ديني تاماكي يفوز بالحكم مرة أخرى، ويشدد على رفضه لقواعد أمريكا العسكرية. لم يتزعزع التزامي بحل مشكلة القاعدة العسكرية الأمريكية من أجل مستقبل أوكيناوا. سأواصل عزمي وأنقل إرادتنا إلى الحكومة المركزية. هل تعلمون متابعينا أن أوكيناوا عانت كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية؟ فهل رفضها لجنود أمريكا اليوم له علاقة بجراح الأمس؟ ابن بوتين السياسي. نعم، بوتين يخوض حربا صعبة، ومن الطبيعي أن ترى وجهه عابسا في أي لحظة، ولكن لا قلق، ما دام ابنه المخلص إلى جانبه فسيبتسم من جديد. الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يتحدث عن أهدافهم من الحرب، ويؤكد عبر قناته في تيليجرام إصراره على مؤازرة روسيا. نحن نناضل من أجل مستقبل بلادنا روسيا، من أجل تقاليدنا وهويتنا وأخلاقنا، من أجل الدين وانتصار العدالة. وقال صاحب اللحية البنية إن روسيا طالبت الناتو لسنوات عديدة بعدم تهديدها وعدم الاقتراب من حدودها، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعلم جميعا أن قديروف ألمح في الأيام السابقة إلى نيته التخلي عن منصب رئاسة الشيشان، ورغم ذلك يبدو أنه لن يتخلى عن أبيه الروحي في معركة كهذه. بكين وموسكو. بكل شفافية تقولها الصين للغرب: نحن مع روسيا ليس اقتصاديا فقط، بل بالموقف والمبدأ. مقال في صحيفة هاندلسبلات الألمانية يقول إن المحادثات المزمعة بين التنين الصيني والدب الروسي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون إشارة للغرب من بكين تؤكد دعمها لموسكو. فزيارة البسوس لتايوان أشعلت شرارة الخلاف بين بكين وواشنطن، وفي الوقت نفسه سرعت من احتضان الدب للتنين. لنذهب وإياكم متابعينا إلى وسط موسكو. الانتخابات تؤكد دعم المواطنين لبوتين في قرار إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف:
تجري الانتخابات هذا العام في ظروف استثنائية مع استمرار العملية العسكرية، وأظهرت التفاف المواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين في قراره حول إطلاق العملية الروسية في أوكرانيا. فهل هذا تصريح عادي أم رسالة قوة من ابن الكرملين، خاصة أنه تزامن مع المظاهرات الساخطة في بعض المدن الأوروبية؟ أوكرانيا تحت الظلام، ما يدور في ذهن الرئيس الأوكراني وهو شارد في الظلام؟ عجيب أمركم يا من تزعمون دعمكم لي، تفرضون عقوباتكم على بوتين وأنا من ينام في البرد والظلام. زيلينسكي كتب في حسابه على تيليجرام: انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك التي تسيطر عليها كييف. أما في مناطق زابوروجيا ودنيبرو بيتروفسك وسومي فهناك مشاكل تعانيها الشبكة. ليس الظلام فقط ما تعانيه دولة الرئيس الممثل، الشركة المشغلة لمحطة زابوروجيا النووية تعلن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل. نعم بشكل كامل، وهذا يعني أنكم أمام شتاء في غاية الصعوبة. ولكن تحمل قليلا يا صديق الناتو، فأوروبا بكلها ستعاني من شتاء قارس كثمن لمساعدتك وفرض عقوبات على خصمك اللدود. وفي هذا السياق تقول وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل: إن أزمة الطاقة في أوروبا تسبب بها السياسيون الأوروبيون أنفسهم. حول العالم، صحيفة واشنطن بوست تؤكد نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن انقطاع إمدادات النفط الروسي سيلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الأمريكي وسيمثل كلفة استراتيجية إضافية للعقوبات. لم يجلس على كرسي الملك أسبوعا حتى بدأ وريث إليزابيث يواجه الصعوبات. رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا يعلن أن بلاده ستجري استفتاء لتصبح جمهورية وتقصي الملك تشارلز الثالث من رئاسة دولتهم التي تعد واحدة من 14 دولة تحت سيطرة البريطانيين. بعد الخلافات السابقة والمعركة الإعلامية الواسعة بينهما، لقاء ثان يحتضن به أمير قطر تميم آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة. في سابقة هي الأولى من نوعها، ألمانيا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي صاروخي من إسرائيل بدافع القلق من روسيا. متابعينا الأعزاء، ما هو رأيكم تجاه إعلان حالة الطوارئ في أمريكا؟ وما هي مآلات التعاون الروسي الصيني في وجه بايدن؟ ضعوا توقعاتكم في التعليقات.